الحجر بعصاك الحجر فانفجرت من معتقل الى مقاتل مشتبك هنيئا لك يا ابا ابراهيم. دعاء كريم كيف الا يكون للحديث ذو جمال، ونحن نتحدث عن قائد وطني كبير لم يكن بالأنفاق ولم يكن بين الناس ولم يكن بين الأسرى، بل كان في الصفوف الأولى يقاتل في سبيل الله. صدق أبا إبراهيم فصدقه الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ونواصل حتى النهاية، سنواصل بإذن الله حتى النهاية. هنيئا لك يا أبا إبراهيم، هنيئا لك أيها الرجل الله المقدام. نعم، مع السلامة أيها المسك الفايح، فوالله وتالله وبالله. عن صلاة الغائب، نعم، نسأل الله تعالى له الرحمة والملتقى الجنة، إني داعي فأمنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يا المسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم شهدائنا، اللهم ارحم شهدائنا. أنفسي والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صلاة الغائب على سيد شهداء فلسطين أبا إبراهيم، نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لهذا البطل الأمام المقدام. ترسل الله أكبر. Allah.